غيابك يا وطن هايل، غيابك يا وطن هايل. مليونية جديدة، بدأ المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية أخرى بالتحشيد لها رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، واستنكارا لحملة القمع والإرهاب التي شنتها عليهم ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر، وإدانة للمماطلة التي تمارسها الطبقة السياسية الفاسدة تجاه مطالبهم. طبعا الاعتصامات الحمد لله والشكر لله انه صار لها من الشهر العاشر لحد اليوم مستمره، وجهود الطلاب وجهود الاحرار انتمائهم فقط للوطن، ما عندهم انتماء الاحزاب، ما عندهم انتماء لاي جهه سياسيه. المتظاهرون اكدوا ان توقيت انطلاق المليونيه يوم الخميس في جميع المحافظات المنتفضه هدفه ايصال صوت المتظاهرين الرافض لترشيح علاوي قبل خطبه الجمعه المقبله التي عادة ما تتناول موقف المرجعية الدينية في النجف من الحراك الشعبي. مليونية الخميس سبقها حراك واسع لا سيما من جانب الطلبة الذين نظموا العديد من المسيرات الرافضة لترشيحات الأحزاب، والمؤكدة على أن هدف الثورة هو التخلص من الطبقة السياسية الفاسدة لا استبدال فاسد بفاسد آخر. الهدف هو تغيير العملية السياسية بأكملها. نحن كطلاب من أول يوم مطالبنا واضحة بهاي الثورة، نريد دعم القانون، نريد دولة مؤسسات، نريد حماية لحرياتنا، نريد دولة تحمينا من الميليشيات. مثل ما تشوف يهتفون الطلاب، تعليمكم فاشل، حتى المؤسسة التعليمية منهكة. محمد توفيق علاوي ما يختلف عن غيره، ما يختلف عن الرؤساء القبله. احنا اليوم نريد شخصية قوية، شخصية تسيطر على الوضع السياسي كله، شخصية اليوم تطرد لنا الأحزاب، فعلا يغير، يقلب الحكم، يغير من الجذر. ما نريد احنا الخطابات الدبلوماسية والاتفاقات الدبلوماسية بيناتهم، يتفق ويا فلان حزب، يتفق ويا فلان كتلة، بعدين يستعار مساعدتهم، لا احنا ما نريد هذا الشيء، احنا اللي نجيبه يكون يشتغل على الكل. أعداد كبيرة من الطلاب تجمعوا أمام جامعة بغداد والمستنصرية والتكنولوجية وعدد من الكليات الأهلية في بغداد لتتوجه في مسيرات غاضبة نحو ساحة التحرير، رافضين الاعتداء على الطلبة من قبل المتشدقين بالوطنية. كما شهدت مدن الكوت والناصرية والنجف تظاهرات مماثلة أكدت على صلابة الثوار وصمودهم بوجه كل محاولات إنهاء الثورة التي باتت تشكل كابوسا على أحزاب الفساد وميليشياتها.